الإعلامي، وأنا أتحدث عن إعلاميين الشعب، لما يشوف قضية تخص الشعب أخذ لها فيديو وبعث لنا إياه، وحتى من غير القناة العراقية يتعاملون ويانا في إرسال فيديوهات. مناف الموسوي مراسل العراقية بالترابة اللي صارت، واحد ما يشوف اللاخ لاحظ قضية إيجابية، خلينا نشوفها أستاذ براق ونرجع. اليوم وسط هاي الأجواء المتربة في العاصمة العراقية بغداد، وأثناء مسيرنا كادر القناة العراقية شاهد هاي السيارة السايبة عاطلة، ولاحظنا أنه أكو فليكس وعدة سيارات واقفة على مود يصلحون هاي السيارة. الفليكس مكتوب عليه اتحاد التاكسي العراقي، نأسف لإزعاجكم، نعمل على خدمتكم. بالتأكيد هاي الطريقة حضارية، طبعا مسادين الطريق واقفين على صفحة خالين فليكس للتنبيه أنه أكو سيارة جاري تصليحها، فيعني اللي يعطل سيارته من اصحاب التاكسيات ممكن يتصل بالادمن ويجوا ويجيبوا له مواد احتياطيه ويصلحوا له. فقره التعاون هذه يعني جميله جدا، واتحاد التاكسي العراقي يعني معروفين بعده مواقف وطنيه وفعاليات وانشطه ساهموا بها لاجل انجاح فعاليات كثيره في العاصمه بغداد. بالتالي احنا نوجه الشكر لهم ولمبادرتهم الجميله هذه، ونتمنى انه هاي السياره تصلح باقرب وقت. مناف الموسوي، العراقيه، بغداد. والله تحياتي لاتحاد التاكسي العراقي، هذا الجروب الجميل على الفيسبوك واللي يضم أكثر من 100,000 مشارك وياهم. خلونا نسمعكم رسالة الموسيقار نصير شمة في وقت